الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. هل ننفع اليدين مع كل تكبيرة في الصلاة حتى في السجود؟ نعم، لكن هذا الرفع له مراتب، فمنه ما هو السنة مؤكدة متفق عليها بين الأئمة، وهو الرفع في تكبيرة الإحرام، ثم يتلوها الرفع عند الركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد إلى ركعة الثالثة، وهذه السنة. نفعنا الله وإياكم بعلمه، وجزى الله شيخنا عنا خير الجزاء.